وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن الرسل كانت تأتي بالأدلة والبراهين على أنه هم رسل من الله. إذن بقدمهم الأدلة والبراهين. في المقابل لما كانت الأمم، وأقصد هنا الملأ بالذات اللي هم بتحكموا في المجتمع، اللي ممكن الدين الحق يهدد مصالحهم لأنهم متغطرسين ومسيطرين إلى آخره، وهذه بتتكرر في تاريخ البشر. لما بيفقدوا القدرة على المحاجة، إيش بصير البديل؟ استخدام القوة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، وكأنهم بقسموا، والله لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا. إذن معناته ما عادتش المسألة مسألة حجة وبرهان. حتى إذا بتلاحظوا اليوم لما الغرب أفلس في مواجهة الفكرة الإسلامية وبدأ يشعر أنه شعوبه بتأخذ الإسلام، أولا هو بيحاول يضع حواجز بين الإسلام وشعوبه عن طريق التضليل الإعلامي والكذب والتفاصيل، مع ذلك شعر أنه الأمور مش ماشية. لذلك شو بيعملوا الآن؟ بيوجدوا تشريعات تمنعك من أمور. وشوفوا فرنسا كمثال، اللي هي بدأت فيها الثورة الفرنسية، قال حرية، إخاء، مساواة، طلقوا كل هذه القيم. لما لأنه الآن إذا بدك تترك الناس بالحجة والبرهان، صارت بنات المدارس الصغيرات تستفز الدولة كلها. إذا الوحدة لبست على رأسها بس غطت رأسها. شو معنى هالكلام؟ حتى لا يظن بعض الناس انه والله الامم القديمه غير عن المعاصره. ايوه، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم. شوفها التهديد من إيه في ايش. لاحظوا قضيه الاخراج من الديار. لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. طبعا سبق انه تحدثنا ايش المله، واليوم مش كثير راح نوقف عند الالفاظ زي ما احنا معتادين. ولكن لما نيجي نقول طريق مملول، يعني من كثر ما سلكوا الناس، من كثر ما هو مسلوك، صارت معالمه واضحة، فسهل انك تمشي فيه لانه معالمه واضحة. فاذا الملة معناته هو سير الاباء على نهج معين وطريقة معينة، تمام، مش فقط في الجانب العقدي والسلوكي. هذا ملة. ملة دينكم هي، ومش بس بدكم تعودوا عن عقيدتكم وعن دينكم الجديد، وحتى لما تعودوا عنه بدكم تدخلوا في ملتنا. في ملتنا يعني مش بس، لأنه ممكن يعود من عن عقيدته لعقيدة ثانية لكنها مش عقيدتهم. ممكن يعود عن سلوك ولا سلوك شريعة ثانية بس مش شريعتهم. شوف الغطرس لحد وين، بدك ترجع عن اللي انت فيه الى تعودنا
في ملتنا. ولذلك بتلاحظوا انتو الغرب المفلس صار يتكلم عن المسلمين اللي هم طبعا في ظروف تاريخية جعلت المسلمين يعني يكونوا موجودين في الغرب نتيجة هالجواسيس اللي على العروش اللي في بلادنا، صارت منطقة طاردة لأبناء الأمة وللخبرات وإلى آخره. طيب بدوا يأثروا في المجتمعات الغربية، شو صاروا يرفعوا شعار الغربيين إنه هالمسلمين لا يقبلون الاندماج. ليش يعني لا يقبلون الاندماج؟ دققوا معي، لا يقبلون الاندماج. شو هيو طبيب وعم بيعالج عندك في المستشفى وكذا، شو بدك فيه انت بتقول مندمج؟ هيو مهندس شو يعني مش مندمج؟ هيو بدرس عندك في الجامعة، ايش يعني مش مندمج؟ ايش مش مندمج؟ ما بجد ولا بلاحظه مثلا بشرب الخمر. طيب وشو كمان؟ وما بلاحظه مثلا في قضية التعامل الذكر والأنثى زينة مثلا مفتوحة تمام، بيعلم بناته غير شكل والأجيال الجديدة كمان ايش الطريقة نفسها. بس لاحظوا، او لتعودن في ملتنا، بدكم تندمجوا. شو يعني نندمج؟ طب ما انتم ما تطلبوش الان من ناس موجودين في الغرب بأديان اخرى، ما تطلبوش منهم يتركوا عقيدتهم ويندمجوا. تطلبوا من السيخ، تطلبوا من الهندوسي، بتطلبوا من لحظة، تطلبوا من اليهودي. أغنى ناس في أمريكا في بعض المدن، وأظن زي شيكاغو وغيرها، نيويورك بالذات، نعم صحيح، يهود ومتعصبين جدا ومنغلقين وتفاصيل، ولكن في عالم التجارة والمال هم الأغنى. طيب يطلبوا منهم انه يندمجوا، شو يعني يتركوا العقيدة؟ انت بالذات، وهذا اعتراف انها هي العقيدة اللي بنبني عليها شريعة حق، وبشعر لذلك سبق قلنا انه كل الباطل بشعر انه هاي هي اللي بتهددني، الباقي ما بيهددني اصلا. ملل الكفر واحدة، أيوة. والايمان هو الدين المقابل. نعم الله يبارك. طيب وقال اذن هذا امر على فكرة يبدو انه الكفر يريدك دائما، مش هو بدوش يهادنك يعني يعمل بينك وبينه هدنة، لا انت لازم تاخذ حضارته، والا بيعتبرك معادي، هذا واقعهم. هيو طول عمره. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او شوف التهديد بالاخراج، او لتعودن في ملتنا. لما بوصلوا لمثل هذه الحالة على فكرة، لما بوصل العدوان والتعدي إلى مثل هذه الحالة، لاحظ، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يعني ممكن كانت مسيرة الأنبياء، بعض الأنبياء ممكن مسيرته 10-20-30 سنة. طب نوح قديش مثلا؟ لما بدوا يهددوا بالإخراج، ممكن يهددوا كمان بالقتل والرجم وإلى أخيه، أو بدكم ترجعوا عن، مش ترجعوا إلى، ترجعوا عن عقيدتكم وتدخلوا فيه، تدخلوا فيه عقيدتنا وشريعتنا وتمارسوا ممارساتنا. هون على فكرة بيشعر وقتها بالانسجام بينك وبينه، ممكن على فكرة تشعر بالارتياح التام أنت. غير هيك مش مستعد يسالمك، مش إلا لما تكون أنت قوي اقتصاديا، قوي عسكريا، بقدرش يمارس وقتها إلك وزنك، ساعتها بستسلم.